شكرا للسؤال. طبعا نتمنى ان شاء الله ان تخلص حتى قبل ان شاء الله فصل الصيف. بس علشان اجاوب على هالسؤال من الناحيه العلميه، في حال انتشار اي وباء فيروسي هناك ثلاث يعني احتماليات للفيروس الانتهاء. يا يعني انه هو ينتهي بنفسه، يعني نفس الاحتماليه اللي حطتها الدراسه اللي طلعت من سنغافوره، او ان الوباء او ان الفيروس يكون سيزونال يعني موسمي، واحنا شفناه في فيروسات يعني مختلفه، من اهمها الفيروس الانفلونزا اللي احنا سميناه H1N1 اصبح فيروس موسمي من 2009، او انه يكون اندمك يعني يكون يستوطن في بلد المنشا. علشان اجاوب على السؤال هل بيكون اندمك، الى الان ما نعرف اذا كان مصدر الفيروس انتقل من مصدر حيواني عزكم الله محدد او لا، بس نعرف انه هو في مصدرين، الخفاش وحيوان بري يعني، ونسبه الدراسات اكثر شيء من مدينه ووهان صلته. لكن الاحتماليه انه يكون سيزونال في احتماليه كبيره. فعشان ارد على اجاوب على السؤال، حق اي دراسه هناك معطيات. اول شيء دراسه بنيت على احصائيات دول نشرت عدد الحالات القائمه عندها، فهنا بيكون السؤال ما مدى صحه هذه الارقام. الشيء الثاني، علشان انا اقول ينتهي الفيروس والله لا، لازم اعرف الخطه حق كل بلد وضعتها منذ بدايه انتشار الفيروس. فبتشوف هني بيكون في فاريشن يعني ما بين الدول. يعني لو الفيروس بينتهي مره واحده المفروض يكون في مع جميع الدول، ولكن هناك مؤشرات ان مع فصل الصيف اذا يعني ان شاء الله الموضوع ما تغير مع فيروس الكورونا، معروف ان مع ارتفاع درجه الحراره الفيروس ما يعيش فتره طويله. ولكن لا ننسى في الدول اللي فيها مكيفات ان الفيروس ممكن يعيش داخل الاماكن تكون البارده. فعشان كذي بتشوف هناك في اختلافات في الاراء، ولكن كعلميا لم يصدر يعني خبر مؤكد على انتهائه، ولكن هي مجرد اجتهادات علميه طبيه نتمنى تكون صحيحه. بس انا دائما يعني احب اركز ان يجب علينا معرفه الاسباب اللي تؤدي الى انتشار هذا الفيروس، واتوقع اهم اسبابه هو الاكتظاظ وعدم معرفة الشخص إنه إذا كان مصاب بعوارض ولا لا، والنظافة الشخصية. إذا إحنا استمرينا على تطبيق هذه سنوات عديدة بحول الله يعني بنتخلص من جميع الفيروسات الحالية والقادمة.